اسمها حنين بتقول اعوجاج الظهر في المنام. لما تيجي امراه تشوف في منامها ان ظهرها معوج تعرف ان هي عندها مشاكل كتير جدا في حياتها، وتعرف ان المشاكل دي بتزول عنها لو هي صبرت. تمام. نكمل مع بعض. رحمه تقدر تطلعي في البث اللي هو هيكون الساعه الجايه يا رحمه ان شاء الله. حلمت ان انا مربوط فعلا نخله. طبعا هو رؤيه الانسان يشوف نفسه ان هو مربوط فعلا نخله بحب، تعرف ان دي مشاكل كتيره جدا عنده، ويعرف ان المشاكل دي بتزول عنه. ثم ان النخله سبحان الله، شكرا يا تاني، تسلم حبيبي. ثم ان النخله من الاحلام الغريبه جدا، يعني الناس اللي بتشوف ان هي مربوطه في نخله او شيء تعرف ان ده حلم من الاحلام الغريبه جدا، ترمز ان في مشاكل في حياته. ولكن المشاكل دي سبحان الله مش هتلبس كتير، يعني سرعان ما تزول. فاهمني ولا لا؟ والله اعلم. نكمل مع بعض. حلمت ان اخي ومراته رايحين يشتروا. طبعا كل اللي كنت شفت ان اخوك ومراته رايحين يشتروا، مش عارف هم رايحين يشتروا ايه، بس انا عايز اقول لك يا اختي الكريمه، ربما دلت الرؤيا ان الشراء في المنام عموما دليل على زوال مشكله او دليل على خروج من ضيق معين، فقد تدل الرؤيا ديت على ان ربنا سبحانه وتعالى يكرمهم برزق طيب بتغير مع الحياه والله اعلم. وبعدين هم رايحين يشتروا ايه؟ لان الشراء دليل على تجاره، دليل على تغير في الحياه. بس هم كانوا رايحين يشتروا ايه؟ رايحين يشتروا ولا رايحين يشتروا؟ كانوا رايحين يشتروا ايه؟ مش فاهم. نكمل مع بعض. مع الدنيا الدنيا بتقول حلمت الاسد وقام بتعرف. شكرا يا دنيا. والله دنيا انا مش عايز تدعم الدعم ده كله، لان انا موجود تقريبا 60 ساعه. فال 60 ساعه المجوهرات ديت انا مش مستفيد منها قد كده. وردايا، بصلايا، بطيخه، يعني حاجات كده 5000 كل، بس مش عايز حاجات ضخمه كده. جزاك الله خير، يعني وفر لي النصوص اللي جايه بعد كده. احنا لسه قدامنا شهرين تقريبا. يا شيخ في تفاصيل في الحلم؟ مفيش مشكله. انا حامل ولد بالشهر السابع، وحلمت ان انا حمامه بيضاء حطت فوق راسي وبقيت تنقر. وطبعا الحلم ده حلم غير محمود، ولذلك سبحان الله الحمل عموما في المنام بيدل على مشاكل. ولكن عايز انصح كل مرأة تشوف ان هي مثلا، يعني سبحان الله انا معجبة بيك. معجبة بيا انا حلو يعني. طيب، الحمل في المنام دليل على صعوبات في حياة المرأة اللي بتشوفها. اي مرأة تشوف في منامها ان هي حامل تعرف ان هي قدام سبحان الله مسبب لها الام، الام كثيرة جدا او الام جثيمة. ولذلك سبحان الله طويل، يعني احلام الحمل ديت ما بتتكررش كتير جدا. يا شباب انا هحدد لكم لحظه واحده، هديكم رابط يا شباب، دوسوا على الرابط عشان تقدروا. يا شباب اشيل لكم رابط اهوت، الكل يدوس عليه عشان يحضر بس. لحظه يا شباب، كل يدوس على الرابط اللي انا ما شفته ده. انا مش عارف ليه مش راضي يتسدد. اغرب الاشياء اللي بتمر عليها في حياتي والله. كل يدوس بقى على الرابط ده ويحضر بس. المهم طب يا اخي انا اسمي يوسف، ما عنديش حد تبع حد يعني. اوكي نكمل معه. حلمت ان اخويا ومراته رايحين يشتروا شيء من فلسطين. وطبعا كنا اخوك ومراته رايحين يشتروا شيء يا اختي الكريمه، ف اشتروا ايه؟ انت عارف ان الحلم بتاعك ده كررتيه عليا 100 مره. انا حلمت ان في نساء كتيره كل يوم. هو طبعا رؤيه النساء في المنام رؤيه غريبه، ولما تيجي مره تشوف ان في مجموعه من النساء في منامها متحوطين بيها وبيحاولوا ان هم يقتلوا الشيء او بيحاولوا ان هم يلبسوها او يضروها، فتنتبه على نفسها وتحاول ان هي تحصن نفسها بالاسقال للضروره. لان النساء في المنام ترمز لمشاكل كثيره جدا في حياه اي مراه بتشوفها. لذلك انصح كل امراه بتشوف ان في مجموعه من النساء متحوطين حواليها ان هي تنتبه على نفسها وتحاول تحصل نفسها كويس. حلمت لابسه فستان فرح، وكان فستان الفرح ده لونه ابيض. لبس فستان الفرح في المنام من البشارات الطيبه جدا اللي بترمز للارتباط. فاي امراه تشوف في منامها ان هي لابسه فستان فرح تعرف ان ده بشاره طيبه بارتباط ربنا سبحانه وتعالى. انا حلمت ان في ثعبان لدغني في اصبع ايدي. لدغه الثعبان في المنام غير محموده، واي مره تشوف ان في ثعبان لدخف في ايديها او لدخف اي عضو من اعضاء جسمها تعرف ان هي تعرضت لاذى من جن، فلازم تسمع رقيه شرعيه. كل الناس اللي بيسمعوني لازم يكتبوا لي رقم واحد الان. يا ريت كل الناس اللي بتسمعني كده تديني رقم واحد على التكست. عايز اشوف رقم واحد منكم.
كل الناس اللي بتسمعني تديني رقم واحد او اثنين، ويا ريت كل الناس اللي بيسمعوني يديروا جيم ويساووا بخطجي. عايزكم تدسلايك وشير، لايك از شير، يعني عايز كل الناس اللي بتسمعني لايك وشير، لايك وشير. اوكي، رقم واحد كتير على التكست، يعني واحد واحد واحد. اوكي، تشوف بس الناس اللي متفاعله معانا، عايزكم تدوسوا رقم واحد على التكست. اوكي، نكمل مع بعض. انا جيت هنا، اهلا بك هنا، منوره الدنيا هنا. كل اللي عندهم حرف بلس او زائد جنب كلمه يوسف يضغطوا عليها كده يا شباب. والناس اللي بتسمعني في الفيسبوك هدي لكم رابط اهو تدوسوا عليه، انا مش عارف اثبته، مجرد ما تضغطوا عليه هتيجوا تختاروا. بسم الله. او دوسوا على رابط المثبت ده يا شباب، كل اللي في الفيسبوك يدوس على رابط المثبت ده هنا، هنا دوسوا عليه. خير خير خير، الحمد لله الحمد لله. اوكي، انا مش عارف اللي بيحصل معايا والله. المهم، ايمان بتقول كنت بالمنام وانا نايمه وبدي اصحى، صرت لقيت كل جسمي جماد وصدر منه صوت غريب جدا. وعلى فكره هذا يسمى الجسم، الجسم ده يعني سبحان الله هو عارض من اعراض الشياطين. تمام، الجسوم هو عارض من اعراض الشياطين. اهلا 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 بالشيطان الكبير. المهم، هو عارض من اعراض الشياطين. فالجسوم ده بيجي عباره عن ايه؟ انك انت بتشوف حلمك غريب، يكون غريب في كل النقاط بتاعته. فبتشوف مثلا الحلم بتاعك ده ان في حد مثلا بيجري وراك، او حد بيطبطب، او حد بيحاول، شكرا يا زبوكسو، او حد بيحاول ان هو ينسي. تمام، الله، التكست ده يعني بيطلعنا ايه ده؟ بيطلعنا طب. شكرا شكرا لشيطانه وافتح. اهلا بك يا يوسف، منور الدنيا كلها. السلام عليكم، انا امراه مطلقه، حلمت حلم غريب. اتفضلي يا اختي الكريمه، يا ريت تفسر حلمي. حلمت بخطيبي بيحاول ان هو يقدم لي ايه. شفتوا، طلعت لكم انا الشياطين اهو، طلعت لكم الشياطين. في واحد اسمها انا مصريه، بس هي اساسا يعني مش مصريه، هي جنسيه ثانيه. هنصرف، هطلع من رجلك الشمال. هطلع من رجلها الشمال، تقول الشيطان يطلع يقول لك هطلع من الصبع الشمال. نكمل مع بعض. اوكي، كل اللي بيسمعني كده يديني رقم واحد على التكست. على فكره انا مبسوط بجد، كل اللي بيسمعني رقم على التكست. اول حاجه مش عارف اعمل شير خالص، لان لازم عشان اعمل شير ارفع الشاشه، فما عنديش امكانيه ان انا اعمل شير. اوكي، ثاني حاجه مش عارف اي حاجه يا شباب. الكل يدوس على الرابط اللي انا هشرح لكم ده، مجرد ما تضغط الكل يدوس على الرابط اللي انا بكرره لكم ده عشان تقدروا تخشوا تشوفوا البث دلوقتي. نكمل مع بعض.